بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزاف العناصر ديال المعارضة بالخارج، ومنها اللي كانت كتصنف راسها بأنها معارضة جمهورية، كانت كتقدم التبرير ديالها بأنها مناهضة للفساد والاستبداد، وكانت كتقدم تفاسير وشروحات للشباب، وكانت كتحرض على إحداث البلبلة والاضطراب، وكانت كتدعي بأنها غيورة على الشعب المغربي وعلى المغاربة، وبأن بغي لهم الخير، وبأنهم بغين ينتقلوا من الوضعية ديال الفقر وديال الجهل وديال التهميش إلى واحد الجنة ديال مصاف الدول المتقدمة. ولكن الأحداث اللي وقعت مؤخرا في القرقارات، والنقاش والجدل اللي تجدد على قضية الصحراء المغربية، فضح الكثير من هذه العناصر، بحيث أنه جبرنا واحد العدد كبير منهم بدون شعور كيصطف خلف الانفصاليين وكيصطف خلف حكام الجزائر أعداء الوحدة الترابية، وهذا كيوضعهم في واحد نفق مسدود وكيعزلهم على العامة، بحيث أنه ملي كتكون أنت معارض موجود بالخارج أو لك تكون لاجئ سياسي، ملي كتكون تما كاينه على الخارج كيكون السبب ديالك كما تدعي، وهو أنه وجود خلاف مع النظام السياسي، وبأنه أنت كتخاف من التهديد وكتخاف من ديك الدولة اللي كتعرضها والنظام السياسي اللي كتعرضه، كتخاف بأنه يأذيك أو يسبب لك الاعتقال والسجن والتعذيب، أو لك تحاول ما أمكن تقول بأنه كيهدد لي حياتي بالخطر. هذا هو التبرير اللي كتعطيه. فالتبرير اللي كانت كتعطيه هذه العناصر مناقض تماما لهذه الفضيحة اللي تفضحوا مؤخرا، بحيث أنهم اللي كتصطف أنت مع العدو ديال المغاربة، فما بقاش عندك مشكل مع النظام السياسي، ولكن ولا عندك مشكل مع الدولة، والدولة كما كنعرفوا هي شعب وأرض ونظام سياسي. إذا أنت كتقول بأنك عندك خلافات مع النظام السياسي، ولكن ملي جات القضية ديال الصحراء المغربية صطفيتي ضدها، وليتي مؤيد للانفصاليين، وليتي مؤيد للشق الوحدة ديال التراب المغربي، بحيث أنك وليتي خصم ديال الكل، ماشي خصم ولكن عدو ديال الكل. وفي هذه الحالة هاد العناصر هذا جبروا راسهم معزولين على عامة الشعب المغربي، بحيث أنه بدون تردد يمكن وصف جميع العناصر اللي كتقول بأنها كتنتمي لهذا الوطن، وفي نفس الوقت كتأيد الانفصال عليه وكتأيد تكسير الوحدة الترابية ديالو، يمكن وصفها بالخيانة. بحيث أنه إذا كان عندك خلاف مع نظام الحكم أو خلاف مع النظام السياسي، هذا ما كيتيح ليك شي العذر أنك تولي ضد الأمة المغربية ككل، بحيث أن الأمة المغربية ككل ترفض رفضا قاطعا تجزيء الوحدة الترابية ديالها، بينما أنت كنت كتدعي بأنك ضد النظام السياسي، وبأنه اللي جعلك معارض هو الاستبداد، هو القمع، هو التعذيب إلى غير ذلك. فاللي عنده خلاف مع نظام الحكم شيء، واللي عنده خلاف مع الأمة اللي فيها الأرض والشعب والنظام السياسي والتاريخ شيء آخر. وأنا شخصيا وبكل صراحة كنت كنأمل بأنه ممكن يكون جسور ديال الحوار مع هذه العناصر اللي موجودة بالخارج، وكنت كنقول بأنه ربما في يوم من الأيام تقدر تحقق واحد المصالحة من بعد ما الإنسان يراجع الحسابات دياله. لماذا؟ لأنه كانوا سابقا معارضين أشداء أكفاء طيلة المرحلة ديال الستينات والسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، كانوا لاجئين بالخارج، ولكن من بعد ما تبدلت الأوضاع راجعوا الحسابات ديالهم وداروا مصالحة مع الشعب المغربي ورجعوا لأرض الوطن، خصوصا
من بعد ما تولى الملك محمد السادس الحكم. وكنت كنقول حتى هاد الشباب اللي موجودين في الخارج الا كاين فيهم شي واحد عنده شي حسابات مع النظام السياسي، ربما تكون جسور الحوار، ربما يكون تراجع، ربما تكون مراجعه الافكار الى غير ذلك، ونحلموا في يوم من الايام بواحد المصالحه تكون ما بين ابناء الوطن. ولكن صراحه انا تفاجات ملي تار هذا الجدل ديال احداث القرقارات، صراحة تفاجأت بأنه هاد العناصر اللي دائما كتخاطب المغاربة وكتنظر ليهم وكتحرضهم وكتقول لهم هاشنو خصكم تفعلوا، هاشنو خصكم ترتكوا، إلا بغيتوا التغيير هاشنو تديروا، إلا بغيتوا كذا، وحنا بغينا لكم الخير وبغيناكم تكونوا بحال سويسرا وبغيناكم تكونوا بحال أوروبا وبغيناكم تكونوا. تفاجأت بأن هاد العناصر كلها أو الأغلبية ديالها حسب ما أعلم بأنها مباشرة اصطفت خلف البوليزاريو واصطفت خلف حكام الجزائر. ما كنقولش الجزائر، لأنه المغاربة يعون جيدا بأنه الشعب الجزائري مخالف تماما للحكم الجزائري في القضية ديال الصحراء المغربية. الشعب الجزائري كيقول بأن هذا المشكل ديال قضية الصحراء بأنه مفتعل من طرف الحكام الجزائريين، وبأنه الشعب الجزائري في التاريخ دياله معترف بالفضل ديال المغاربة اللي ضحاوا منذ أكثر من 200 عام. وكلنا كنتذكروا التاريخ ديال سنة 1844 معركة إسلي، كان السبب ديالها وهو مساندة المغاربة والسلطان المغربي للشعب الجزائري. إذن هاد العناصر هذه صدمت المغاربة وصدمت حتى الشعب الجزائري، وبينت بأنها مرفوضة لا من طرف المغاربة ولا من طرف الشعب الجزائري، وبأنها اصطفت خلف واحد الشرذمة ديال الانفصاليين وخلف واحد المجموعة ديال الحكام اللي كيرتزقوا بمثل هاد المناوشات اللي كتكون في الحدود ما بين الدول. ولكن باش ما نطيحوش في الخلط والتعميم، ما ننساوش بانه كاين بعض العناصر اللي بينات في هذا المشكل ديال الصحراء المغربيه، وفي الاحداث الاخيره بينات بانها كتميز ما بين خلاف مع نظام سياسي او لا مع طريقه ديال الحكم، وكتميز ما بين هاد الجزئية وما بين الدولة والشعب المغربي والأمة المغربية. هاد الفئة هادي ولا هاد العناصر هادي كنتمنى أنه في المستقبل تقدم واحد الخطوات إلى الأمام ونحو واحد المراجعة مع الوطن. ما عنديش معلومات بالتفصيل، وما عارفش كل واحد الملف ديالو أشنو فيه، وما عارفش أنا كل واحد الظروف ديالو كيفاش مشى وكيفاش ولا لاجئ ولا كيفاش ولا معارض، ما عارفهاش. ولكن نحنا مأمورين باش نحكمه بالظاهر. الظاهر اللي شفناه هو هذا، شفنا بأنه واحد الأغلبية مشات مع الانفصاليين، مشات مع الحكام ديال الجزائر، بدات كتشمت في الاحداث ديال القرقارات، بدات كتروج لاطروحات خارقه في الخيانه، وبدات كتروج لشي مقولات يعني ضاربه في العاته وفي العوار. بينما بعض الاصوات شفنا بانها على الاقل التزمت بالصمت، وهذا الصمت ما يمكن لنا إلا نعبره على أن حب الوطن كامن في نفس كل مغربي حر، وبأنه الخلافات في الطريقة ديال تسير الأمور داخل المغرب هاد الأمور راها ممكنة تحل. ولكن اللي ما عنده حل هو من اللي كيتوجدوا عناصر تؤمن بأنه الوحدة الترابية ديال المغرب كيفرحها أنها تمس. هذا هو الخطير في الأمر، وهذا هو المؤسف، وهذا هو الصادم. وعليه كنتمنى من جميع المغاربة بصفة عامة بدون استثناء أنهم يحافظوا على هذا الوطن، ويحافظوا على استقرار هذا البلد، ويحافظوا على الأمن ديال هذا البلد. أنا إذا كان عندي خلاف مع رئيس الحكومة، ولا كان عندي خلاف مع الحاكم، ولا كان عندي خلاف مع رئيس البرلمان، ولا كان عندي خلاف مع أي كان، هذا ما كيعطينيش العذر أنني نطالب بالتقسيم وندير حتى أنايا واحد الدولة داخل الدولة ديالي، أو لا أنني التحق بشي دولة أجنبية وبأنني نروج الأطروحات ديالها.
وحده القرقارات بينات بان هذه المجموعه اللي كانت كتدعي بانها عندها خلافات مع النظام السياسي بانها والحقيقه انها عندها خلاف عميق وخطير مع كل الشعب المغربي ارضا وشعبا ونظاما وتاريخا وثقافه، وبانها مستعده تقدم نفسها كخنجر مسموم هدية مجانية لأعداء المغرب. شكرا للإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.